النهاردة هنطلع على سكر ولبن بتاع كفر الشيخ، من أجمل المحلات اللي أنا روحتها. أول ما تروح هتلاقي الديكوريشن أبيض ويفتح النفس، وأحلى حاجة الرجالة اللي شغالة هناك بتهزر وتضحك وتخليك حابب المكان. وده المنيو بتاعه، خد سكرينة واتفرج عليه. طبعا كالعادة احنا بحب القنبلة، فعشان كده طلبت القنبلة زي ما انتم متعودين. بصراحة وبأمانة أنا أكلت قنابل في كل حتة، بس دي من أحلى وأجمل قنابل اللي أكلتها في حياتي، مش لوحدي، عجبت كمان صحابي جدا. فأنا أنصح كل حد يروح يجربها، وروح في أي مكان له سكر ولبن وقول له بس إنك أنت تبع السخاوي، ويعملوا معاك أحلى وجبة. يلا أسيبكم بقى عشان أنطلق أنا مع القنبلة.